عارفين يا ست الحسن؟ طيبة، هذا أبوك؟ أنا أبوها. أنا آسف ولدي، يعني اقتحمت عليكم المكان، بس أنا إجاني تليفون قال لي بنتك طيبة. أنا وين شايفك؟ ها؟ أنت اللي إجيتينا للحقل واخذت الرقم. ايه اني ردت اشوف ام بنتك شلون مسويه روحها بنتك كابر. ايه هذا ابوي، ابوي اللي رباني وافتخر في تربيته، مو مثل تربيتك، ما خلاني امد ايدي على هذا وذاك حتى اعيش، ولا خلاني أظلم بشر. أي وسام، عوفك من هاي الدراما، عجبتك الكذبة؟ ما أحس طيبة سوت شيء كبير. بعدين موضوع أبوها غني أو فقير مو مهم، الخلل بيكم انتوا اللي تشوفون الناس بس مظاهر. هو ما احرجتك بجيتينا؟ لا يا ابي، انت ما تحرجني، حتى إذا وسام عرف أنت مطلقة؟